السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتكلم على الماسنج. الماسنج بستخدمه عشان أرسم كتل. ممكن وأنا شغال أكون عايز أرسم مبنى يكون في جنب في مايل أو ملفوف أو أي حاجة من الحاجات ديت، فبدخل على ماسنج أند سايت بقول له امبليس ماس، فبيجيب لي رسالة بيقول لي إن في الفيو دوت الماس مختفي، هو هيظهرها لي. تمام، طيب بيقول لي هسميه إيه؟ أوكي، اي اسم هو يختار. بتلاقي الشريط اللي فوق اختفى واتغير، جاء لحاجات تانية انسب ان انا اعمل ماسنج. طيب انا هبدأ ارسم ماسنج دلوقتي. ممكن نرسم بشكل عشوائي كده اقواس اس اي عشان نعمل سناب لاخر حتة، ده شكل موجود اهوت. ماشي، ممكن اروح معلم على الشكل دوت، بلاقي حاجه اسمها كريت فورم، بقول له اعمل لي فورم، يعني بيعمله زي انبثاق ليه، يعني نفس الشكل دوت بس ايه، هيديله ارتفاع. تمام، فلو دخلت في 3 دي هلاقي الشكل معايا ظهر بالطريقه ديت. لما انا بقرب اي وجه من الواجهات ببدأ اتحكم في الواجهه كلها، يعني ممكن اجي كده بيديني 4 اسهم 3 اسهم في كل اتجاه، فبقول له مثلا حركها لي هنا شويه، لفوق شويه، طب هاتها لي كده شويه. تمام، ممكن اختار مثلا الوجه دوت وابدا اتحكم فيه برضو، او ممكن اتحكم في جزء، يعني مجرد ان اقف هنا بالسهم بتاع الماوس بيبدا يديني ان اتحكم فيه، بحيث كده يديني ميول. ولو انا جيت في سيكشن بلاقي ان انا برضه لان انا اتحكم فيه، يعني اجي كده على الواجهه ديت وارجع تاني للسكشن واروح متحكم فيها ان انا اخليه مثلا لحد هنا لحد الدور دوت. ممكن اجي هنا واكتب الرقم اللي انا عايزه، انا اشوف الارتفاع اللي انا عايزه قد ايه. تمام، الماسنج سهل وبسيط، بتقدر تتحكم فيه زي ما انت عايز. ماشي، هدوس تراجع عشان نجرب نرسم شكل تاني. تمام، ممكن ده الشكل ده موجود كده، ممكن اروح واخد الشكل دوت واقول له كوبي واقول له بيست واروح احطه مثلا في الدور التاني والتالت مثلا. اوكي، او نرسم في الدور التاني والتالت اشكال تانية مفيهاش اي مشكلة خالص. تعال نطلع على الدور التاني، خلينا في 3D. ممكن الشكل دوت اعدل فيه زي ما انا عايز، اجيبه يمين اجيبه شمال، في امر موديفاي اهيت، اقول له مثلا روتيت الفه بالشكل دوت وبالشكل اللي فوق برضو موف، اي حاجة انت عايزها ممكن تتحكم فيها. طيب ممكن انا اعمل سيلكت بقى على كل الحاجات ديت واقول له كريت فورم، الاقي انها تكون لي بالشكل اللي انا عايزه. اقول له فينيش ماس، لو انا عايز اخلي اي جنب من دول الحوائط باجي ماسنج اند سايت، بلاقي ان انا لو وقفت على الوول وقلت له حوالي ده الحائط هتحول الحائط، لو برضو روف هتحول لروف. ممكن اقول له كارتن سيستم بحيث يعملها لي زي ازاز، وبقول له كريت سيستم. تمام، هنا ببدا اتحكم فيها، ده كارت السيستم دوت، بدخل ان ادي السيستم وابدا اتحكم في المقاس بتاعه زي ما انا عايز. ده الجريد دوت افق وراسي بتبدا اتحكم فيه، بقول له انا عايزه بالشكل دوت، فيكسد نمبر عايز، ممكن اقول لا مش فيكسد نمبر، انا عايزه فيكسد ديستنس ماكسيمم سبيس. تقدر تتحكم فيه، احنا اتكلمنا فيه بالتفصيل في كارت سيستم. دي حاجة بسيطة ازاي نعمل ماسنج. ان شاء الله المرة الجاية هبقى بتوسع ان شاء الله. اخوكم عمر سليم.